أسبوعان مر على حراك حصار السفارة الإسرائيلية في هذه المنطقة التي لم تفرغ من المتظاهرين منذ بداية الحرب من أجل رسالة واحدة موجهة إلى الحكومة الأردنية وإلى الشعب الفلسطيني، كذلك للأنظمة الدولية. نتحدث مع بعض المتظاهرين. أهلا بك، رسالتكم في التواجد في هذه الساعة؟ هي الساحة جزء من ساحات متعددة بتعبر عن إنه الوطن العربي معني باللي بيحصل، لأنه إحنا مش متضامنين مع آخرين، إحنا متضامنون مع أنفسنا. هاي الليلة بالذات هي رقم 183 في مفارقة. عام 1936 الشعب الفلسطيني سجل أطول إضراب في التاريخ لمدة 6 أشهر. الليلة هذه المعجزة اللي صارت في 7 تشرين الأول تتم نصف عام 6 أشهر أخرى، وما زال الحبل على الجرار والعداد مستمر. إحنا جايين من إربد عشان نوصل رسالة إنه وجود سفارة للعدو الصهيوني، العدو اللي بقتل أهلنا بغزة، اللي بجوع أهلنا بغزة، اللي بقتل الأطفال. وجود سفارة بعمان هذا يعتبر عار علينا. فليعد لديني مجده، فليعد لديني مجده، فليعد لديني مجده. أنا باجي والله هنا أنا بنفس عن نفسي وعن حالي، عشان عندي مرتي وبناتي تحت في الضفة، ومش طالع بإيدي إني لا أجيبهم ولا أشوفهم ولا يشوفوني يعني. وإن شاء الله ربنا هيك بنتصرهم وبنلتقي مع بعض في الأقصى إن شاء الله. 7 أكتوبر صنع سود. إذن الشارع يقول كلمته في ليلة 27 من رمضان في عمان، في هذه الساحة التي يصر المتظاهرون فيها على التمسك بمطالبهم بإعلان رسمي بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان بفض كافة العلاقات مع إسرائيل بدءا من اتفاق السلام وما يجر تحته من اتفاقيات اقتصادية، بقطع الجسر البري الذي يمد إسرائيل بالبضائع ومد جسر بري إغاثي إلى غزة خاصة إلى الشمال. هم باقون هنا حتى يقولوا لأهالي غزة أننا معكم وندعم صمودكم. هدي النماس العربي، عمان.